لسه معاكم بنحتفل ونحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. طبعا ده تعظيم وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومشروعية هذا الاحتفال مقطوع بها زي ما بنقول، لأنه فعلا هو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ركن أصيل. لما بنقول دايما أن النبي وسلوك النبي وأخلاق النبي بالتأكيد لازم نقتدي بها، فنحتفل بذكرى مولده. خلينا نتعرف بتفاصيل أكتر عن هذه الذكرى العظيمة، ويعني كيف يمكن أن نقتدي فعلا بكل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، مع الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم، السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. حضرتك طيب وبصحة وسلامة، ويعني كل عام وحضرتك بخير ومنورنا. خلينا نبدأ كده، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه لمسات طيبة وكريمة في مواقف يمكن إحنا كبشر ما ندركهاش إلا لما نقرأ في السيرة الذاتية؟ لو حضرتك هتكلمنا عن أشياء من يعني أخلاق سيدنا النبي موثقة في السيرة النبوية العطرة وتحكيها لنا النهاردة علشان نقتدي به في أخلاقنا اليومية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالفعل دي ذكرى عظيمة إن احنا نستدعي فيها هذه المواقف الجليلة والأخلاق الكريمة له صلى الله عليه وسلم في كل حياته صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه، مع زوجاته، مع أولاده وأحفاده صلى الله عليه وسلم، مع كل الناس، مع كل اللي حواليه صلى الله عليه وسلم. حتى الجماد والحيوان كان له من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب موفور. ده ذكرى جميلة ان احنا نحيي في أولادنا وأجيالنا هذه المعاني، القيم العظيمة، الأخلاق الكريمة له صلى الله عليه وسلم، من السماحة والرحمة، وإنه هو صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، يعني كان رحمة في الدين والدنيا. فبعثته صلى الله عليه وسلم كانت من الله عز وجل إحسان لكل العالمين، حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما نيجي نشوف من المواقف ديت، من المجالات اللي ممكن ناخدها قدوة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى الأسرة والبيت، على مستوى التعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان مثال للزوج الرحيم الحكيم الوفي. وفاؤه صلى الله عليه وسلم ظهر في حديثه عن السيدة خديجة رضي الله عنها، كان دايما يكثر من ذكرها بعد وفاتها، وبعد ما مضى على وفاتها أعوام يكثر ذكرها، كل ما تيجي مناسبة يقول رحم الله خديجة. حتى الستين السيدة عائشة غارت وقالت يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واستني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، وأكرمني الله عز وجل منها بالولد. فهو صلى الله عليه وسلم يحفظ الجميل والمعروف، وتجيله يعني السيدة فيقول والله إنها كانت من صديقات خديجة، فهي بتفكرنا بالأيام الجميلة وبالناس الغاليين علينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه للسيدة خديجة ده ما كانش من فراغ، وكانت هي شهدت له شهادة عظيمة. هي حياته قبل يعني البعث كانت شاقة وصعبة، وولدته إن هو كمان فاقد لأبيه ثم أمه في سن مبكرة ثم مرضعته أيضا، فحياته ما كانتش سهلة وهينة. وهي السيدة خديجة جاءت يعني أيضا ونيس لي في الحياة، فلو حضرتك برضو هتكلمنا إزاي سيدنا النبي الكريم في حياته قبل ما يعرف السيدة خديجة ويتزوجها كانت أيضا فيها من الأخلاق الكريمة اللي أيضا نقتدي به. نعم، هو صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وكان ده لحكمة أرادها الله عز وجل، إن هو صلى الله عليه وسلم يتولى الله عز وجل تأديبه وتعليمه والعناية بشأنه
كغيره من الأنبياء والمرسلين، سيدنا يوسف يفقد أباه بسبب غيرة إخوته، وتمضي السنون ويعني يشب وينشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكمال وهذه المرتبة العليا من الأخلاق، يكون حكمة من عند ربنا بالتأكيد. نعم نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليه بهذه النعمة ويقول له ألم يجدك يتيما فآوى. وكان ده منه صلى الله عليه وسلم عشان ينشأ صلبا قويا يستطيع أنه يتحمل أعباء الدعوة وتكاليف الرسالة. هيواجه المكذب، هيواجه المعاند، هيواجه المستهزئ، وهيواجه المستكبرين، وهي اللي يهدد حياته بعد كده. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم يعامل دولت ويتحمل ويصبر على أذى قومه، ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما يذهب للطائف عشان يدعوهم إلى الله ويغروا به السفهاء والأطفال فيقذفوه بالحجارة وتدمى قدمه صلى الله عليه وسلم، ويجي له ملك الجبال مع سيدنا جبريل ويقول له مرني، يعني مرني فيهم بما شئت يا رسول الله، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يبقى التحمل للأعباء، التحمل للتكاليف اللي هتتطلبها الرسالة، تطلبت أنه ينشأ صلى الله عليه وسلم في هذه النشأة اللي فيها من الصلابة والقوة على التحمل، زي ما في الرحمة والعفو. نعم، في الصلابة اللي حضرتك اشرتها يجتمع له صلى الله عليه وسلم الشقين، أنه هو مع شرف نسبه وآبائه وأجداده، لكن لم يتوفر له من الثراء والمال اللي احنا بنقول أن دي الماديات، لا، هو جمع، ربنا جمع له الكمال هنا وهنا. يبقى الكمال في جهة شرف النسب والوجاهة والسيادة ده موجود، والتحمل والقدرة على مواجهة أعباء الحياة، وإنه يكون عنده صلى الله عليه وسلم رحمة بالضعفاء، هم بيتعرضوا أو تعرضوا لحياة فيها من القسوة، فهو صلى الله عليه وسلم ذاق من مرارة الحياة ما يجعله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه بهذا الوصف، قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ودي من أسماء الله عز وجل، إن هو الله عز وجل رؤوف رحيم بالعباد، وهو صلى الله عليه وسلم له من هذه الرحمة وله من هذه الرأفة الإلهية ما امتلأ به قلبه، فكان وفاضت هذه الرحمة على كل الناس صلى الله عليه وسلم. كذلك برضو من حكمة إن هو ينشأ يتيما ما يلتبس على الناس، هو ده نبي عظيم ولا هو سيد غني بيتملك مقومات السيادة والغنى والثراء فما يلتبس ده بده؟ لا، يبقى هو صلى الله عليه وسلم نشأ فيها يعني هذا المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى وامتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى دي الثمار المترتبة على هذه النشأة. سيدنا النبي كان بيمتلك من الرحمة الكثير، يعني لما نتكلم على رحمته بالفقراء، بكبار السن، بالأطفال، بأنه يقتطع من وقته وقت أنه يعزي طفل في عصفوره نظرا لحب هذا الطفل للعصفور. إزاي إحنا نغرس في أولادنا هذه الصفات وننميها ونعظمها علشان يقدروا يحيوا حياة طيبة في المجتمع اللي احنا فيه ده؟ امتلأت حياته صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكل من حوله صلى الله عليه وسلم، فاتفقنا أنه هو رحمة للعالمين، كما قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحمة بعالم الإنس، رحمة بعالم الحيوان، رحمة صلى الله عليه وسلم بعالم الجماد، كل الأكوان من حواليه نالت من رحمته صلى الله عليه وسلم وأخذت نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم. فكان رحمته بالأطفال يعني أشاد بها من خالطه وتعامل معه. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو كان رايح له فتى صغير عنده 10 سنوات،
فقال: فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. والموقف الجميل اللي هو بيلاطف فيه الصغير اللي مات فيه العصفور، بيقول له يا أبا عمير، الطفل الصغير بيقول له يا أبا فلان، يعني من باب الإيه المداعبة، وإنه يفخم من مكانة الطفل ده، فيقول له ما فعل النغير، اسم لعصفور صغير كان هو دايما يلعب بيه ويستأنس بيه، لما فقد هذا العصفور يواسيه صلى الله عليه وسلم، يلاطفه، يخفف عنه، يقول له إيه أخبار العصفور بتاعك. ده من رحمته صلى الله عليه وسلم. كان من رحمته برضو بالأطفال إن هو قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد إطالتها، لأن ديت فيها بقى الصلة بالله عز وجل وغذاء الروح. وقرة عينه صلى الله عليه وسلم كانت في الصلاة، بيقول: أنا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في أسرع في أخفف في الصلاة كراهية أن أشق على أمي. ده رحمة بالأمهات ورحمة بالأطفال. دي أمور تربوية بيعلمها لنا سيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلم ونأخذ ده قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، فيكون الواحد منا رحيما بالأطفال، رحيما بالصغار، في المقابل موقر للكبار وكبار السن. فهو صلى الله عليه وسلم القائل: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولما جاله سيدنا أبو بكر معاه والده عشان والده يسلم بين يدي رسول الله، قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت الشيخ حتى نأتيه نحن؟ إحنا اللي كنا نروح له ونزوره ونوفر عليه عناء ومشقة إن هو يقوم ويجي يسلم هنا، عشان كان سيدنا أبو بكر كبر في السن جدا، فكان سيدنا النبي رحيم بكبار السن، عطوف على الصغير، رحيم صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال، رحيم بالحيوان. يعني دخل حائط أو بستان في المدينة وإذا بجمل يقبل عليه ويخصه من بين أصحابه كأنه بيحادثه بيكلمه، فانتهى الجمل والتفت صلى الله عليه وسلم للصحابة حواليه وقال: من رب هذا الجمل؟ سأل مين صاحب هذا الجمل، فقام فتى من الأنصار وقال له: أنا يا رسول الله. قال: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، أنت بتتقل عليه في العمل وفي المقابل ما بتطعمهوش الطعام اللي المفروض الموازي للتعب والمجهود اللي بيأديه. فشفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة صلى الله عليه وسلم بالحيوان، رحمة بالجماد. كان بيخطب وهو مستند إلى جذع نخلة، وقالوا: نصنع لك منبرا تخطب عليه يا رسول الله. ففارق صلى الله عليه وسلم المكان والجذع اللي كان بيخطب إليه إلى المنبر الجديد اللي هو صنع له صلى الله عليه وسلم، فحن الجذع وأن واستمع لذلك كل من حضر هذا الموقف. فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن الجذع وحتى سكن، حتى سكن، وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وعرض عليه عرض إن هو يكون في الجنة، فيعني ده معجزة له صلى الله عليه وسلم. الجزع اللي كان بيصاحب النبي أو اللي كان بيمسكه وهو بيخطب يعني. أيوة، ويستند إليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. فشوف رحمته صلى الله عليه وسلم بالجماد، ولدت حب بينه وبين الجمادات، فيقف مرة على جبل أحد ويقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني ما بالك بهذا التبادل العاطفي والمحبة والحب يعني بين. بما إن حضرتك ذكرت جبل أحد فضيلة الشيخ، وهو من الأماكن المحببة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعني بيصعد إليه ليتفكر في خلق الله ويتدبر أمور الكون، إيه من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحييها في ذكراه وتكون كده يعني زي قاعدة لينا نتبعها بقى يعني مدى الحياة؟ أول حاجة إن احنا نعرف إن دي نعمة عظيمة ربنا حبانا بيها، حبى بها الإنسانية كلها، إن هو أرسل هذه الرحمة المهداة، أرسل السراج المنير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما نعرف ان دي نعمه عظيمه اكيد هنفرح بيها وهنقدرها قدرها، فنقف نتعلم ونقتبس من هديه وانواره صلى الله عليه وسلم واخلاقه الكريمه، ناخد ده تطبيق عملي في حياتنا، نبقى قدوه حقيقيه وصالحه وصادقه قدام اولادنا لما نقول لهم ما تكذبوش، اعطفوا على الصغير والمسكين، ارحموا الحيوان والجماد، هم بيروا ذلك قدوة أمام أعينهم. ثم بعد ذلك لما نحدثهم ونحكي لهم من قصصه صلى الله عليه وسلم ومواقفه الشريفة اللي احنا حكينا جزء بسيط منها، يبقى ده بيغرس فيهم التوقير والتعظيم والإجلال لهذا النبي العظيم ولهذه الشخصية المتفردة في الكمال الذي لا يحيط به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فده اللي مطلوب ان احنا نحكي مع اولادنا ونعلمهم ونشيد به صلى الله عليه وسلم عشان يعظم قدره في النفوس ويعظم كلامه وتعاليمه صلى الله عليه وسلم في حياته. قدوه ليهم مثلا. نعم. مثلا هل يكون في عبادات معينه نحييها في الذكرى نفسها، ذكرى المولد النبوي الشريف؟ صوم مثلا اليوم، ان يعني يكون في صلاه معينه، يعني حضرتك نتكلم في جزئيه العبادات. هو مفيش عباده محدده، وانما هو اللي مطلوب ان احنا نكثر من حمد الله وشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى لما وهب لنا هذه النعمه العظيمه. الصحابه الكرام في يوم من الايام يخرج عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ما اجلسكم، انتوا عاملين حلقه ليه؟ قالوا له يا رسول الله جلسنا نحمد الله ونشكره على ما هدانا للإيمان ومن علينا بك يا رسول الله. احنا قاعدين نقول الحمد لله ان ربنا هدانا للإسلام، التعاليم الجميلة دي، الأوامر والتكاليف اللي فيها اليسر والتخفيف، ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا وجعلنا من أمتي خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بيقولوا له نحمد الله ونشكره أن من بك علينا يا رسول الله. يبقى الصحابة رضوان الله عليهم قعدوا وجمعوا نفسهم يتذكروا هذه النعمة ويقولوا إيه المعاني العظمة في هذه النعمة وإيه الإكرام الكبير اللي ربنا حبانا به. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم كل يوم اثنين، فالصحابة الكرام سألوه ليه بتصوم الاثنين يا رسول الله؟ فقال لهم ذاك يوم ولدت فيه وهو يوم بعثت فيه. يبقى أنا عشان كده نصوم الاثنين والخميس هو ده السبب؟ أيوة، يعني احتفاء واحتفالا وحمدا لله على هذه النعمة وأنه أكرمنا به. وده شأنه شأن غيره من النبيين اللي كانوا بيحتفوا بمولدهم واصطفاء الله إياهم. سيدنا عيسى عليه السلام يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، بيشيد بهذه النعمة العظيمة والإكرام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من النبيين يشيد بهذه النعمة العظيمة ويفرح ويدعو المؤمنين إن هم يفرحوا بهذه النعمة وإن هم يثنوا على الله عز وجل الثناء الجميل إن هو أكرمنا بهذه النعمة وهذه النعمة العظيمة اللي شملت كل حياتنا بالخير والسعادة والسلام والرحمة. الحمد لله، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا، وكل عام وحضرتك بخير، وشكرا جزيلا على الوقت الجميل اللي قضيناه مع حضرتك والمعلومات الجميلة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ودي أجمل الأوقات وأجمل الذكريات، ولذلك يعني احنا بنقول لنفسنا وكل المشاهدين كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الذكرى العظيمة. نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الصادق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب. وأنتم بالصحة والسلامة يا فندم.